السلام عليكم خوتي، ان شاء الله كيف تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. بخوتي شركه بلاك فيو بعثوا لي اخر تليفون خدموه، بلاك فيو امي تيم برو. وكما عودتنا شركه بلاك فيو تخدم تليفونات بمميزات خرافيه وبسعر رخيص. راح نديروا له دوكا انبوكسينغ خفيفه نكتشفوا واش كاين لداخل، وبعد موراها نحكوا على اهم المميزات ونجربوه. البوط تاعو جايه كبيره شويه، جاي حجم تاعها شغل اللي يدير الدبل بالابوات تاع التليفونات العاديين. هاو التليفون تاعنا يا خوتي، الشكل تاعو صراحه فخامه. تحت التليفون كاينه كرتونه صغيره فيها هذيك الحديده اللي جبت بها لابيس، وفيها الداخل اونتي شوك مع دليل الاستخدام. من تحتها كاين لابوات تاع الشارجور اللي راه مكتوب فيها 66 واط، يعني الشحن تاعو راح يكون سريع جدا. والمنفذ تاعو تايب سي، وهو الكابل تاعنا اللي فيه تايب سي من الجهتين، جهه تدخل في الشارجور وجهه تدخل في التليفون. هاو التليفون تاعنا فيه شاشه منحنيه والشكل تاعو بزاف فخم، كي تشدو تفيق باللي خدموه باحتراف. هاي لونتي شوك تاعو تبان مليحه، حاجه سوليد يعني تحميه لك من الصدمات اذا طاح. تقدر تركب فيه دو بيس شريحتين مع كارت ميموار. في الخلف فيه دائرتين، الدائره الاولى فيها الكاميرا الرئيسيه بدقه 108 ميجا بكسل، فيها مستشعر من سامسونج. الدائره الثانيه فيها كاميرتين، الكاميرا الاولى الالترا وايد 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثانيه الترا ماكرو بدقه 2 ميجا بكسل. وفيها كاميرا اماميه بيان سور بدقه 16 ميجا بكسل، وفيها مستشعر من سامسونج. في الفيديو هذا داروا تجربه كومبارو كاميرا سوني مع الكاميرا هذه تاع امي تيم برو في التقاط بعض الصور هكذايا في الطبيعه، وشوفوا النتيجه خوتي وحكموا بنفسكم. الكاميرا الخلفيه مع الكاميرا الاماميه في زوج صورو بدقه 1080 بكسل مع 30 اف بي اس. شاشه من نوع اموليد بدقه الاتش دي بلس مع فيفيد كولرز، ومع معدل تحديث عالي 120 هرتز. في البصمه مدمجه في الشاشه وقلال الهواتف اللي فيهم هذه الميزه. الوزن تاعو 196 غرام، وفي شاشه منحنيه من الجهتين. كي تدخل ديسبلاي بعد تروح لسموث ديسبلاي، هنا تقدر تخير الريفرش ريت نتاع التليفون تاعك، يعني معدل التحديث. تقدر تخير 120 ولا 90 ولا 60 هرتز. في 12 جيجا رام قد بي سي جيمر يمحينك، وتقدر تزيد له 12 جيجا رام افتراضيه يسمى يولي عندك كلش 24. بالميزه هذه تقدر تزيد السرعه اللي تلونسو بها لي زابليكاسيون ب 20%. المعالج فيه هيليو جي 99 بدقه تصنيع 6 نانومتر، عنده تقييمات عاليه في كامل مواقع التقييم، شفت عليه بعض لي ريفيو وكامل شكروه في الجيمنج في المونتاج وفي كامل المجالات. ويجي في 256 جيجا مساحه تخزين، ويجينا باندرويد 13 بواجهه دوك او اس 4.0. الواجهه هذه جديده وبزاف شابه، ما فيها حتى مشاكل وكامل الناس شكروها. سعه البطاريه 5050 ملي امبير اللي تساعدك انه تخدم بالهاتف تاعك من الصباح حتى الليل ويبقى لك فيها. الشاحن تاع هذا الهاتف في 66 واط، يقدر يشحنك الهاتف من الزيرو الى 100% في اقل من ساعه ونصف. والله خوتي هذه كانت تجربه خفيفه لهذا التليفون، صراحه يا خوتي انا يعجبني بزاف، سعر مقابل اداء ومميزات اللي فيه، وزيد الشكل تاعو بزاف فخم. الشاشه تاعو اموليد 120 هرتز، فيه البصمه جايه في الشاشه، فيه 12 جيجا رام، وتقدر تزيد لها 12 افتراضيه تسمى تولي عندك 24. السي بي يو تاعو قوي يساعدك في المونتاج والجيمنج، الباتري تاعو شد بزاف، وزيد فيه شارجور 66 واط اللي شارجي لك الباتري تاعك رابي. مميزات خرافيه مقابل السعر تاعو اللي دور حوالي 4 ملايين، واللي راه مهتم احسن يشري هذا الخمس ايام لانه راه بروموسيون في الي اكسبرس. وزيد كي دير الكوبون تاعي ينحو لك 25 دولار زياده، رابط شي على الي اكسبرس راه في صندوق الوصف وتلقاو في المايه الكوبون تاعي اللي ينحيكو 25 دولار. هذا واش عندنا اليوم اخوتي، تهلاو في روحكم، تلاقوا بعد ايام ان شاء الله فيديو جديد. مع بيس.